بمناسبة الكلام عن الإيرادات أو المبالغ المالية اللي بتدخل بخصوص فريق الكورة، عايز أتكلم مع حضرتك على فكرة الرعاة. هل بتشوف النادي الزمالك يستحق أفضل من كده في ملف الرعاية أو الرعاة؟ يستحق أفضل من كده فعلا لو كان عنده إدارة أخرى. يعني ما تقدرش تحكم على القيمة السوقية للزمالك في آخر 10 سنين، لأنه إدارته هي السبب الانخفاض القيمة التسويقية بتاعته. هتاخد وقت القصة دي انها ترجع تاني. طب بتغير ايمج النادي كله، بتغير ايمج اللي بتحدث باسم النادي، مجلس الادارة، القائمين على النادي، فبالتالي يبقى في شوية مصداقية وفي البراندز الكبيرة تحب انها تبقى تسبونسر فريق الزمالك، وده طبيعي. لو تاخد بالك احنا كنا تقريبا احنا والنادي المنافس كنا متساويين في الرعاية لغاية اواخر الثمانينات، وبعد كده حصلت الجاب الكبيرة يعني من التسعينات، طبعا اسباب واخرى منها حاجات انتوا عارفينها، ومن ضمنها طبعا اخر 10 سنين هو الطريقة اللي كان بيدير بيها المجلس، بخاصة رئيس المجلس النادي الفترة ال10 سنين اللي فاتوا. هتشتغلوا ازاي على ملف زي الاعلانات؟ يعني زيزو مثلا كواجهة اعلانية، لحد دلوقتي زيزو ما جالوش اي اعلانات. نفس القصة، مفيش معلن هيجي وهو عارف انه عقده ده معرض لانه يتلغي او يقول له اشرب من البحر. الحاجات دي ما بتنفعش الحقيقة، مفيش شركة محترمة بتقدر تتعامل في الجو ده. فلأول ما يشوفوا ناس بتحترم عقودها، بتحترم تعهداتها، ماشية مظبوط، اعتقد ان هيبقى عندنا يعني اعلانات سواء للنادي او للعيبة احسن بكتير من اللي موجود دلوقتي. هتاخد وقت شوية بس هتبقى افضل بكتير من اللي موجود دلوقتي.